السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. استشهد فلسطينيان اثنان إثر تلقي قوات الاحتلال النار عليهما خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. هذا واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المناطق أثناء تنفيذ القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة. كما اقتحم جنود الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار كبير في مصنع للبتروكيماويات بمدينة رامات حشرون شمال تل أبيب، وأشارت التقارير إلى إصابة عدد من الأفراد وأن إصابة أحدهم توصف بالخطيرة. هذا ولم تعلن السلطات الإسرائيلية بعد عن أسباب الحادث، مستبعدة في الوقت ذاته وجود خطر لتسرب مواد سامة جراء الانفجار. ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار بمبنى لخدمات السيارات في جمهورية داغستان إلى 25 قتيلا فضلا عن عشرات المصابين. وأشار مراسلنا إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مركز تجاري، بينما أكدت السلطات الصحية في داغستان أنها تمتلك جميع المستلزمات لعلاج الجرحى. هذا ولم تعلن السلطات الروسية بعد عن أسباب الانفجار، كما لم تحدد ما إذا كان ذي صلة بتبعات الحرب مع أوكرانيا أم لا. استدعى المجلس الانتقالي في النيجر سفير البلاد لدى كوت ديفوار في أعقاب تصريحات الرئيس الإيفواري الحسن واتارا التي دعا فيها إلى البدء في عملية عسكرية ضد النيجر. واستنكر المجلس الانتقالي في النيجر ما وصفه بحرص الرئيس الإيفواري على التدخل العسكري في البلاد، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تدعم التوجه الأفريقي للتدخل العسكري بالنيجر. أعلن حاكم ولاية هاواي ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي إلى 99 قتيلا، محذرا من تضاعف العدد خلال الأيام المقبلة. هذا ودعت الشرطة أقارب المفقودين لإجراء اختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الجثامين. يذكر أن هناك عددا كبيرا من المفقودين منذ اندلاع حرائق الغابات. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.